أحبابنا الكرام، موقف آخر من مواقف الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خطب مرة بالناس قائلا: أيها الناس، لا تغالوا في المهور، فلو كانت مكرمة لكان أولى بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال في أثناء حديثه رضي الله عنه: من زاد منكم على 30 أوقية سوف أجعل الزيادة لبيت مال المسلمين. قامت امرأة وقالت: هذا ليس لك يا أمير المؤمنين. قال: ولما يا رعاك الله؟ قالت: إن الله يعطينا وتحرمنا، ألم يقل الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال عمر رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. وسكت عن الكلام. نلاحظ إخوة الإسلام، أحبابنا الكرام، الوقوف عند الحق، وإذا ما كان ثمة خطأ يتراجع الإنسان، وهذا منهج الحق، وهذا موقف تربوي نبيل عظيم من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. ما أحرانا أن نقتفي أثره بإنشاء العدل فيما بيننا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في منظماتنا، في كل شؤون حياتنا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.